حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نورة المعلى، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية. أهلا بك أستاذة نورة في نشرة الأخبار. حدثينا عن إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية والدور الذي ستطلع به بموجب قرار إنشائها. بداية أمسي عليكم على السادة المشاهدين بالخير. فيما يتعلق بقرار سعادة النائب العام دكتور علي بن فضل بعينين بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية، فإن ذلك يأتي انطلاقا من حرص سعادته على التطبيق الفعال لأحكام القوانين ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، بما تضمن طبعا من أشكال وطبيعة جرائم تقنية المعلومات، سواء تلك المتصلة بوسائل التقنية أو بالمحتوى. أيضا العمل على تعزيز الإجراءات القضائية الخاصة بتلك الجرائم على النحو اللي ممكن أنه يساهم في الحد من انتشار الجريمة الإلكترونية ومنع اتساع مداها، نظرا لكونها طبعا تتميز بالتطور السريع والتنوع في الأساليب والأدوات المستحدثة. أيضا أناب سعادة النائب العام لنيابة الجرائم الإلكترونية تعزيز أوجه التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مجال تتبع هذه النوعية من الجرائم وجمع أدلتها وتحليلها، وذلك عندما نص على اختصاص هذه النيابة بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تطوير العمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وآليات مواجهتها والوقوف على المستحدث من أساليب ووسائل ارتكاب تلك الجرائم، وصولا لأن احنا نقف على الأدلة المستعملة وجمعها وحفظها وتحليلها، انتهاء بالوصول إلى محاكمات جنائية عادلة ومنصفة في هذا المجال. نعم الأستاذة نورة المعلى، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.